بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نبعث إليكم أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة النعيم، هي نظرة وقراءة نسعى من خلالها إلى أن نقتدي بخير الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وباسمكم جميعا في بدء هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة، ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الجميع، أسأل الله لي ولكم التوفيق. طبعا هذا مشاهدين البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ولمن تابعنا في الحلقة الماضية توقفنا عند غزوة أحد وأجملنا الحديث عن هذه الغزوة، وحاولنا أن نقرأ ما فيها وأن نستنبط الفوائد. اليوم إن شاء الله عنوان هذه الحلقة هو غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، ونبدأ منها هذين الاسمين. فضيلة الشيخ، عرفنا هذه الغزوة بهذين الاسمين، فالأصل في تسميتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم صل وسلم، فإن الأحزاب اسم قرآني. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والخندق تسمية تاريخية، ذلك أن الصحابة حفروا خندقا حول المدينة يردون به دخول خيل قريش وفرسانها إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الأسماء في المعارك وفي غيرها ترتبط بالأشياء الأكثر فيها، اقترن هذا، جاء هذان الاسمان. فلما النظر إلى التسمية القرآنية، ولأن العرب تكالبت واجتمعت حتى اليهود معهم على أهل المدينة وهي تسمية القرآن، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، هكذا قال الله، فسميت بهذه الصورة وهو واقع جلي، سميت بهذا الاسم وهو واقع جلي، وأنزلت صورة بهذا الاسم. ومن نظر إلى ذلك الخندق المجلوب من غير العرب سماها باسم الخندق ولا تناقض في الاسمين. نعم، هي سميت الخندق كما ذكرت تاريخيا لأنه حفر فيها الخندق، وهذا الخندق الذي لم يكن معروفا عند العرب، أيضا إطلالة تاريخية حول هذا الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في معركة أحد وغيرها قبل أنه عليه السلام آخذ بقول ربه وشاورهم في الأمر، شوقي يقول: والأمر شورى والحقوق قضاء، فالدين يسرا والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. فاستشار صلى الله عليه وسلم الناس لما علم أن أبا سفيان جمع له خلقا كثيرا لا يحصون من قبائل غطفان وغيرها ومن اليهود وممن مالأ القريش من الأعراب، فكان من الآراء التي طرحت أن يحفر المؤمنون خندقا. صاحب هذا الرأي سلمان رضي الله عنه، وسلمان الفارسي من فارس، وفارس أمة عظيمة معروفة، والله جل وعلا قال في سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وكان هذا في صراعهم مع الفرس، لكنه قال جل وعلا في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فجمهور أهل التفسير على أن المراد به أهل فارس، وفي صحيح مسلم: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من هؤلاء، أي من فارس، وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان. فالفرس أمة عظيمة منذ القديم، وهم أهل حضارة وتجربة وملك قبل أن يعرفه العرب، وسلمان رضي الله عنه من المعمرين، وسكن المدينة قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيل أراده الله أن يسوقه إليه. فلما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه على بينة من أمره، يتحقق من علامات ثلاث: أنه يأكل الهدية، يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وبين كتفه خاتم النبوة. فأخذ يتخذ الطرائق حتى تبينت له هذه الثلاث فأسلم، ثم أعتق فدى نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح صاحبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال عنه: سلمان بحر علم لا ينزف، هو منا أهل البيت. فالنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الضعف، لكن نسبتها إلى علي صحيحة. سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. وهذا لابد أن نفرق ما بين
التقارب الديني والتقارب الحضاري. فالتقارب الديني لا يمكن أن يقع، لأنه يلزم منه أن تقبل شيئا من دينهم وأنت تعلم أن دينهم باطل، أو أن تتنازل عن شيء من دينك وأنت تعلم أنه حق. فليس في الإسلام شيء اسمه تقارب أديان. أما الحوار شيء آخر، الحوار غير التقارب، الحوار غير التقارب. فالله جل وعلا ذكر في القرآن محاورة بين مؤمن وكافر، بين من هو على حنيفية من هو على اليهودية، الحوار بين الملائكة بعضهم مع بعض، الحوار بين الأنبياء والرسل، الحوار بين الأنبياء وأممهم. لكن التقارب منفي البتة. بقينا في تقارب الحضارات، هذا مأذون به. فليس حفر الخندق شريعة منزلة يفتخر بها الفرس أو الروم أو غيرها تتعلق بدينهم وعباداتهم المحضة، إنما أثر تجربة إنسانية. فلما ساق سلمان هذا الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام قبله، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن هذا من صنيع الأعاجم، لأن هذا من الحضارة، من الحق المشاع الذي لا يمكن أن يكون ملكا ولا يعني ليس وقفا على أحد، إنما هو أمر يحق لأي أحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: كنت أريد أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس والروم تصنعانها فلا يضرانها شيئا. فكان يريد أن ينهى أمته أن المرأة إذا كانت حاملة أن لا ترضع طفلها خوفا على الجنين. فلما علم أن فارس والروم يصنعان هذا الشأن ولا يضرهما أذن به صلى الله عليه وسلم. فهذا ملتقى حضارات. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه نقل هذه الحضارة من بلاده الفرس، هي مخبوءة في ذهنه، نقلها إلى الصحابة، اقتنع بها صلى الله عليه وسلم، اقتنع بها الصحابة، أذن عليه الصلاة والسلام وأمر بحفر الخندق ليسد على قريش. ووقع ما أرادوا، فلما أتت قريش لا تشك لحظة أنها تستطيع أن تقتحم المدينة. فكانت الحرتان من الشرق والغرب مانعتان، وكانت بنو قريظة يسكنون الجنوب، الجنوب وثمة امتداد للحرة وثمة حصون تمنع من الجنوب، ما بقي إلا الشمال من الشرق إلى قليل من الغرب هو الطريق. قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنى. في هذه المواطن التي يمكن أن يدخل معها العدو حفرت. فحال الحفر ما بين فرسان قريش وجنودهم وجيشهم كله بين أن يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذه حضارة اقتبسها المسلمون من فارس بواسطة رجل مسلم ناصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو سلمان الفارسي. نعم. نجمل طيب فضيلة الشيخ هذه الغزوة إجمالا، ما دار فيها من أحداث وما إذا يمكن أن نقرأ فيها؟ الحديث عنها حديث ذو شجون، لأن الله جل وعلا ذكره كثيرا في كتابه. وقلنا سميت سورة باسم هذه الغزوة، في حين أنه لا توجد في القرآن سورة اسمها بدر ولا أحد. لما تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن أذن لسلمان ورأيه، عمدوا إلى الحفر. كان عليه الصلاة والسلام يشاركهم في الحفر ويحفر. ولما قسم بينهم ما يحفرون اتخذ لنفسه معه، فكان يأتون إليه ويحفرون ويرى من في البيوت العناء الذي يجده الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم جابر أن يذبح شاة للنبي عليه الصلاة والسلام ويشترط عليه أن يكون لوحده أو ثلة معه، لكن النبي يدعو الجيش كله فيطعم الجيش والشاة باقية، وشاة جابر يوم الحرب معجزة، نعم النبي ونعم الجيش والشاة. قد قيل: مديحك الوحي والسبع القراءات، صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث عندما تصبح الشاه طعاما لجيش بأكمله، أي سكينة ستنزل على الجيش تجعله أعظم يقينا. فيحفر صلى الله عليه وسلم معهم، تأتي كدية مانعة، فيذهب صلى الله عليه وسلم ليراها، فيضرب فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح المدائن، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. هذا وأحدهم يعجز أن يذهب للخلاء لوحده. فلما قال هذا انقسم الناس. متى ينقسم الناس أستاذ عبد الرحمن؟ إذا جاء العلم. في الجهل لا ينقسم الناس، لكن العلم يجعل الناس يختلفون، هذا يقبله وهذا يرفضه،
ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا حال أهل النفاق. قال عن حال أهل الإيمان: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والله لما ذكر الاختلاف في الأمم السابقة قال: من بعد ما جاءهم العلم. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. لما جاءتهم البينة تفرقوا، لأن ليس كل أحد موطأ قلبه أن يقبل الحق، والمريض القلب تجرحه الحقيقة. وقد كان الناس في قريش على رأي واحد حتى بعث صلى الله عليه وسلم بالحق الأبلج، فاختلف الناس واقتتلوا على هذا. وقع هذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به. حاول بعض فرسان قريش كعمر بن ود أن يجد ثغرة في الخندق فيقتحمها، ففعل، فبرز إليه علي فقتله. ثم إن قريشا طلبت جثة عمرو بن ود بمال، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها جيفة كافرة خبيثة الجثة خبيثة الدية. ولم يقبل، لم يقبل المال ورد لهم الجثة. أعطاهم الجثة ولم يقبل المال، لكن أعظم من ذلك ما كان من تأييد الله جل وعلا لنبيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فقذف الله في قلوبهم الرعب وخرجوا وعادوا بعد أن داهمتهم الرياح. كيف صور القرآن العظيم هذا الموقف كله؟ قال الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بغيظهم إما أن تكون الباء سببية فيسير ويصبح المعنى ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي سبب غيظهم لأنه معصية ردهم لم ينالوا خيرا، وإما أن تصبح للإلصاق فيصبح المعنى ورد الله الذين كفروا حاملين غيظهم معهم، يعني لم يشفوا في وقت نفسه لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فبين جل وعلا أن هؤلاء كبتوا وردوا ولم يظفروا بشيء. بعد أن كفأت قدورهم وجاءتهم من الرياح ما جاءتهم عادوا أدراجهم، وكانوا لم يتفقوا على حال مع بني قريظة. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم منهم وعادوا إلى ديارهم جاءه الأمر من السماء أن يأتي بني قريظة. ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد من فوق سبعة أرقعة. هذا مجمل ما جاء في غزوة الأحزاب. كان هناك موقف للمنافقين، وقت الشدائد يمحص الناس، فكان الشدائد المنافقون يعمدون إلى طرائق عدة يخذون بها الناس، كالعودة إلى القومية. قال الله جل وعلا عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم. ينادون في الناس، لا يقولون يا أهل المدينة، يا أهل يثرب، يذكرونهم بالعهود القديمة. لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهؤلاء المنافقون بذلوا جهدهم، سعوا بكل ما يؤتون على أن يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال ربنا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما رجعوا، نعود إلى ما كنت قد أنبأت عنه في حلقات سابقة، أن ثمة أشياء لها دلائل، كما مر معنا في حديث كعب بن مالك لما قال في النعلين، نعلي الحارث بن هشام، تقرأ قراءة صحيحة. لما رجعوا قال عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فلم يعد بعدها أن قريش قدمت على المدينة البتة، إذ ردهم الله جل وعلا خائبين، فكان انقطاعا إلى أن فتحت مكة، ولم تقم لقريش قائمة بعدها أن يأتوا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. العاقل له أن يتخذ الطرائق التي تدفع عنه الشر، فأذن صلى الله عليه وسلم أن يخذل عروة بين الناس، قال: الحرب خدعة، وصنع عروة ما صنع ما بين قريظة وبين قريش
حفاظا للنبي صلى الله عليه وسلم بيضة الإسلام وقياما بالأمر قبل أن يعرف الناس أنه مسلم. وهذا ينبغي أن يعلم أنه من حق القائد ولي الأمر أن يتخذ طرائق عدة لينفع ما اؤتمن عليه، وليس شرطا أن يعلم الناس لما اتخذت هذا أو كيف أذنت به أو على ما اتكأت في صنعه. المهم أن يكون هناك رغبة صادقة في الحفاظ، ثم لا بد أن يكون لولي الأمر في أي محفل، ولي الأمر الأعظم أو من دونه، مساحة من اتخاذ القرار من تأتي لأحد وتقيده تقييدا فيما يقول ويفعل، فأنت لم تصنع منه قائدا، صنعت منه آلة. لكنه لا بد أن يعرف الناس أنه القيادة الحقة هناك مضمار تجري فيه هي أدرى كيف تسوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في كثير من أموره، بل في كل أموره. وأحيانا تخفى مكان الغزوة أو السرية حتى عن رجل في مقام أبي بكر. ولهذا من قدر له أن يصاحب عظيما لا يحسن أن يسأله عن كل شيء ولا أن يعلق به كل شيء، بمعنى أنه صاحب القرار كالأب في بيته، ليس لزاما عليه أن يخبر جميع أهل بيته بكل شيء لما فعل هذا أو صنع هذا. أنا أتكلم عن كل ذي سلطان، قل أم كثر، عظم أم حقر. وحتى أكون أنا تابعا حقا، يعني من أؤتي منزله ثمة أشياء يقف فيها. الله يقول عن ملائكته: وما منا إلا له مقام معلوم. لو أن الناس تأدبوا بهذا وعرفوه لكان فيه من صالحهم ما فيه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله لما بعث أحد وزرائه، أظنه رجاء وغيره، إلى ابنه، فلما مكث الوزير يتكلم مع الابن اسمه عبد الملك، فقال الوزير للابن: أخاف أن أباك يسألني، هو طلب منه أن يكتم شيئا، قال: إن أبي لن يسألك عن شيء لم تخبره إياه. بمعنى أن الابن يعرف سياسة أبيه. والمقصود أن السيرة عندما تقرأ لابد أن يقرأ منها اقتباس كيف نفقه الأشياء. تجلت في غزوة الخندق فرصته صلى الله عليه وسلم في الناس، في من يبعثهم، في من يطلب منهم أمورا معينة، في من يكلفهم بتكليفات، فظهرت فرصته في الناس، فكل من أسند إليه أمرا وفق فيه صلى الله عليه وسلم. أذن لسعد أن يحكم فوافق حكم سعد حكم الله، وأذن لعروة أن يخذل فكان قدرته على التخذيل مصيبة، وغير ذلك في خبر الأحزاب مواطن عديدة دلت على فرصته. مما يعني يؤتاه الموفق أن يكون الإنسان مصيبا في قراراته. قالوا إن رجلا كان له خصوم يحاربهم، فجاء إلى غلام مرفه في قصره فسلمه منطقة يعني ما يربط فيه السيف، ما يوضع عليه السيف، وقلده سيفا وأمره على جيش فيه أفاضل الرجال. فجاء أحد وزرائه ونهاه فأبى، فلما أبى هذا الجيش فيه فرسان لكن لا يوجد قائد، لأن هذا الفتى الصبي الصغير ليس بأهل القيادة، فغلب الجيش. لما غلب الجيش هذا منذ أن رأى الناس انكسروا ركب فرسا وفر، فقتل من قتل وجرح من جرح وأسر من أسر. هذا الذي فر أسره أناس من الأعراب في البادية وينظرون إلى جمال خلقته، فقال لهم: إنني ذو حظوة عند الأمير، فإن أردتم مالا فأعيدوني إليه. فعادوه إليه وقد رآه سالما، فندم الأمير على أنه لم يأخذ برأي الأول الوزير الذي نصحه أن لا يبعث بهذا على رأس الجيش، وقال عنه يتحدث عن أن هذا الأمير لم يوفق. قال:
يتكلم عن الفتى ويكاد من شبه العذارى فيه أن تبدو نهوده ناط بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده. يعني العاقل من دلالة سلامة العقل وحسن القيادة أن يختار الرجل فرسانه. لكنها غزوة الخندق قد نأينا عنها بعض الشيء في مجملها دلت على أن المجتمع المؤمن في عصر النبوة لم تبقى فتنة إلا وراءها ولم يبقى نوع من الابتلاء إلا وقد عاشه. فلما كانت تزكية الله لهم في القرآن عظيمة وقرأنا ما كان لهم في بدر وأحد والخندق، الآن تأمل هذه الثلاث. بدر قرابة 140 كيلا عن المدينة، وأحد على أطراف المدينة على أطراف الحدود، والخندق قبل أحد داخل الحرم. فالحال تبدل من الذهاب للعدو أميالا إلى الذهاب إلى أطراف المدينة إلى البقاء داخل حوزة المدينة، وهذا كله يدل على شدة البلاء، ويدل كذلك على أنه ليس شرطا ولا لزاما أن يكون التعامل على هيئة واحدة، فمرة ذهب إليهم ومرة أتى إلى أطراف بلدته ومرة توارى خلف خندقه. ليست القضية قضية أنه من قوة إلى ضعف ولا من شجاعة إلى خوف، محال، لكن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أولى بها. فتغيرت أحوال حربه صلى الله عليه وسلم لتغير واقع الحال، فلما تغير واقع الحال تغيرت طريقة التعامل مع ذلك الحال كل بحسبه. لكن ما الضابط فيه؟ أين تكمن المصلحة العامة لأهل الإسلام، في الكر أم في أن نقبل بالحصار؟ لا نقول في الفر لأنه لا يشرع أبدا، فالفرار من الزحف من كبائر الذنوب. من هذا السياق نفسه كذلك يعرف تأتي أحيانا وقائع، كما أن الكتاب له هامش فالأحداث العظام لها هامش، لا بد من قراءة الجميع. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يزوره فوجد أبا سعيد يصلي، بينما هو ينتظر فرغ أبا سعيد من صلاته، فرغ أبي سعيد من صلاته إذا بثعبان أو حية في عرجون البيت، فالضيف عمد ليقتلها فأشار إليه أبو سعيد أن يجلس، فلما فرغ من صلاته أخذ بيده وأخرجه من الدار وأشار إلى دار غير بعيد وقال ترى تلك الدار؟ قال نعم. قال إنها كانت لفتى لنا معشر الأنصار، كان حديث عهد بعرس زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فكان يأتي يحفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرابط. يعني هذا نموذج، حديث عهد بعرس ويأتي يحفر في الخندق ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المساء أن يعود إلى أهله. لمثل هؤلاء الفتيان ساد الإسلام، يعرف ما له وما عليه، التوازن في إعطاء الحقوق، يعز عليه أن يعلم أن نبي الأمة ورأس الملة يحفر وهو بائت مع عرسه، فيذهب ويحفر أول النهار، ويعز عليه أن يضيق على زوجته ولا يجعلها تفرح بزواجها منه وهو فتى، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى داره. هذا الجيل ما عرف مدرسة إلا واحدة، مدرسة القرآن التي كان إمامها رسولنا صلى الله عليه وسلم. موضوع علاقة سعيد بالشاب، قال فجاء مرة يستأذن فقال له عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليك بني قريظة فلو أخذت سلاحا معك، فأخذ سيفا، والأصل المدينة ما فيها عدو فلا يحتاج أن يمشي بالسيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع النساء والذراري في حصن بني حارثة حتى يجعلهم في مأمن. فعاد هذا إلى بيته وأخذ السيف معه، لما أقبل على البيت إذا بزوجته خارج الدار، دبت إليه الغيرة، أنت حديثة عهد بعرس، ما الذي أخرجك؟ فأشارت إليه أن يدخل، فدخل فرأى حية مطوقة على فراشه فضربها. قال أبو سعيد يخبر صاحبه هذا فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الحية أم الشاب، وهذا في الموطأ.
فلما علم صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن فإن رأيتم مثل هذا فاستأذنوها وحرجوا له أو عليه ثلاثا. فهذا ما يقرأ على هامش غزوة الخندق من معرفة الأشياء. والحية عدو، قال عليه الصلاة والسلام ما سلمناهن منذ أن حاربناهن، والله يقول قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فهناك عداوة مع الحية وهي عداوة طبيعية، وعداوة مع الشيطان وهي عداوة دينية. والعداوة الدينية لا ترتفع إلا بارتفاع الدين، ولهذا تبقى عداوة الشيطان أزلية. وعداوة الحية عداوة طبيعية لا ترتفع إلا بارتفاع الطبع، فتبقى الحية عدوة حتى ينزل عيسى بن مريم. لنزل عيسى بن مريم نزعت حمة كل ذات حمى، فقال عليه الصلاة والسلام فيضع الصغير الوليد إصبعه في فم الحية فلا تعضه، فمن جعلها في الأول ذات حمة هو الذي نزعها منها. وهذا لا يقرأ فقط على أنه إشارات ساعة قربت أم بعدت، يقرأ أول ما يقرأ على أنه دلالة على قدرة الله. ولهذا مما يحرك القلوب عند قراءة القرآن آيات مثل قول الله جل وعلا ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآيات إذا قرأها المؤمن تزيد من يقينه، تزيد من إيمانه. هذا ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال حول هذه الغزوة التي لم يكن فيها قتال إلا ما كان من علي وعمر بن ود. وقد بينا فيها مناقب سلمان رضي الله عنه وأرضاه في أول حديث. نعم. في حديثك يا شيخ نتحدثت عن القائد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في ختمه تحدثت عن ذلكم الجيل الذي خدم وقدم كل ما لديه للإسلام. ربما بعض الناس يعني نختم بهذا يعني يبرر لنفسه في أثناء قيادته لمن تحته من أسرته أو ما إلى ذلك بأن الجيل غير الجيل، فيرى في هذا تبريرا لفشله في قيادتهم. هو الجيل غير الجيل نعم، لكن نحن لا نطالب بعين الحدث، إنما نطالب بالرؤية العامة. كلما اتبع الإنسان صلاح الحال ما يغلب على الظن. يعني ما هو العقل؟ العقل في كلمتين، كل شيء أصلا في كلمتين، مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال. نعم. على عجل النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. قال له عمر يا رسول الله كسرى وقيصر فيما أنتم فيه وأنت تنام على الحصير، قال يا في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك لهم الدنيا ولنا الآخرة لنا الجنة. لم يقلها لسراقة. سراقة خرج هو يمني نفسه بالمئة ناقة، يحتاج يرجع بشيء يعوضه عن الأمية التي فقدها، هو الآن ساخت قدم فرسه فيريد أن يرجع بشيء يثبته. هو خرج للدنيا أرجعه بشيء من الدنيا ولو بعيد، فقال له سواري كسرى. أما عمر لم يكن حديث عهد بإسلام الفاروق رضي الله تعالى عنه، فقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ذكره بالجنة، لأن إيمان عمر لا يمكن أن يقاس بإيمان سراقة. نعم. أرجو أن تصل هذه الرسالة وأن تصل لقلوبنا قبل أسماعنا كل هذه الأحداث وكل هذه الفوائد التي ننهلها من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحلقة كما أقول دائما تمر سريعة في حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الشيخ صالح. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر للشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة، جزاك الله لكم المثوبة شيخنا. وأنتم مشاهدينا شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة، موعدنا معكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة.